أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث استهلت البورصة تعاملات الأسبوع بارتفاع في مؤشراتها بتداولات تخطت قيمتها الإجمالية 935 مليون جنيه. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة بلغت 1.98% ليغلق عند مستوى 10048 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2186 نقطة. وصعد أيضا مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 20% ليغلق عند 37.32 جنيه. يلي سهم شركة العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 8.90% ليغلق عند 28.15 جنيه. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بنسبة 8.49% ليغلق عند 33 جنيها. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 10.87% ليغلق عند 0.20 جنيه.